الخير أيها الإخوة الحضور، وطابت ليلتكم يا إخوتنا العرب على امتداد الوطن العربي الكبير، وأسعد الله أوقاتكم يا مشاهدينا في كل مكان من هذه المعمورة يصله بثنا الفضائي من راديو وتلفزيون العرب ART. من راديو وتلفزيون العرب ART نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم الجماهيري بنك المعلومات. تعالوا نرحب بمتسابقي هذه الحلقة مبتدئين بفارستنا سهير الكالوتي مهندسة كهرباء تخصص اتصالات، أيوة تفضل، موسى الزعبي بكالوريوس هندسة استشاري صناعي، مصطفى سعيد حجازي بكالوريوس طب عام. طلال حجاوي بكالوريوس طب. علي الوثني ماجستير تسويق. عبير ضمرة بكالوريوس علوم سياسية. أيوة يا سهير، بعد لحظات سيعطيك الكمبيوتر وزملائك طلعة القطاعات واحد من 4 أسماء وحروف وفنون عالمية، والفرصة إليك لتلتقي إليك وزملائك استهلالاً لفضية هذه الحلقة. ماذا تريدين؟ أسماء وحروف 50. أسماء وحروف 50 دينار، والسؤال عبارة عن جمل سترينها وزملائك على الشاشة. هذا السؤال في عندك عبارة 2 3 4 5 طلعت على الكمبيوتر، أجوبتها أو هذه عبارات دليلية لأسماء تبدأ كلها بحرف الدال. يعني بدي أنا إحدى إمارات الخليج العربي، مش أي واحدة، تقدرش تقولي لي أبو ظبي ولا عجمان ولا أم القوي، لازم تبدأ بحرف الدال، واللي عاوزه هالسؤال يتفضل. أيوة سهير، إحدى إمارات الخليج العربي دبي. دبي واحد، كلام سليم. أيوة أول من أنتج فيلم كرتون طويل اسمه يبدأ بحرف الدال. ديزني لاند. ديزني لاند اسمه ديزني. اسم عائلته. اسمه الأولاني والت ديزني. هاي 2 ممتاز. طيب، فيلسوف يوناني كان يمشي في وضح النهار وفي يده مصباح، قيل له عما تبحث؟ قال أبحث عن الرجل الأمين. اشتهرت قصته وهو يوناني، اسمه يبدأ بحرف الدال، من هو؟ ديوجينيوس. ديوجينيوس صحيح، برافو. أعطيني الرابعة وخذي علامة هذا السؤال. مخترع المحرك الذي يعمل بوقود الزيت الخام، إذا ما بتعرفي بنتقل للأخير، صحراء في شرق الجزيرة العربية بين الأحساء وهضبة نجد. صحراء الدهناء. الدهناء سليم. أما اللي معرفتيهوش يا سهير
مخترع المحرك الذي يعمل بوقود الزيت الخام هو ديزل DIESEL. والفرصة الآن مهيئة. ماذا تريد سهير؟ بسرعة يا سهير. فنون عالمية 75. فنون عالمية 75، والسؤال عبارة عن موسيقى عالمية، وهو من ثلاثة فروع. السؤال إليك ولزملائك، دققوا معي. الفرع الأول عن الباليه، الثاني عن الأوبرا، والثالث عن سيمفونية. الشق الأول من السؤال، الكمبيوتر حيعطينا صورة لمؤلف موسيقي، هما حيطلعوا اثنين. اللي على يسارنا هذا هو مؤلف موسيقى الباليه العالمية، من مؤلفاته كسارة البندق إذا سمعين عنها، نات كراكر. من مؤلفاته أيضا بحيرة البجع، سوان ليك. ومن مؤلفاته أيضا هذا الباليه المشهور الذي سنسمعكم مقطعا منه. أركزوا لي، وهذا هو الشق الأول من السؤال، تفضل. اللي بده يدخل، اللي عارف شو المقطوعة هذه ومين هو. ايوه يا سوير. شايكوفسكي. شايكوفسكي. وايش اسم هالمقطوعة؟ كسرت البندق. لا مش كسرت البندق، ولا بس هي لا ولا حيرة البجع. واحدة حكيناها اسمها سليبينج بيوتي. بيوتي هي الجمال النائم. طيب شوفين الشق الثاني من السؤال. الشق الثاني من السؤال عن أيضا هذا الرجل اللي صورته إلى اليمين، اتملي في صورته هذا، وصاحب الصورة هذا مؤلف أوبرا. أول عمل له هو ريجوليتو، ومن أعماله الشهيرة الأوبرا التي سنسمع منها هذا المقطع. اتفضل اسمعي. بكفينا هذا من المقطع وشكرا. الآن صاحب الصورة هذا مين يا سهير؟ هذا مؤلف أوبرا شهير جدا، من مؤلفاته كنا ريجوليتو، ومن مؤلفاته أوبرا مشهورة جدا ارتبط اسمها باسم قناة السويس، اسمه جوزيبي إيش؟ ترجمت اسمه بالعربية يوسف الأخضر، جوزيبي فيردي، وهو إيطالي. طيب انت عرفت الشق الاول من السؤال، ما عرفتيش الشق الثاني. الشق الثالث هو فرصتك من شان تاخدي ال 75 دينار او نخسرك اياهم. صاحب هذه الصورة التي ظهر الان انتج على مدى 30 عاما يا سهير اعمالا سيمفونية عالمية رائعة. ركزي على هذا السؤال، قيل ان تأثير هذا الرجل على الموسيقى كتأثير ويليام شكسبير على الأدب. من أعماله الذائعة الصيت سيمفونيات كثيرة، ومنها السيمفونية التي نسمعك وزملائك منها هذا المقطع. اتفضل اسمعي.
بيتهوفن. بيتهوفن، لودفيغ بيتهوفن. هذه السيمفونية اللي سمعتيها هذه مش إلها رقم، هي إلها رقم بيجوز، بس هي اشتهرت بأنها سيمفونية مضاف ومضاف إليه. سيمفونية مين؟ سيمفونية الرعاة. يا سلام عليك، سيمفونية الرعاة بالإنجليزي بنسميها The Pastoral Symphony، سيمفونية الرعاة. بتاخذ الخمسة وسبعين دينار إذا بتقولي لي. أنت بتتذكري أو بتعرفي في أدبياتك أنه لودفيغ بيتهوفن هذا الموسيقار الذائع الصيت أشرف في أخريات أيامه على إيش؟ على الصمم. وقبيل أن يصاب بالصمم التام ألف سيمفونية هي رقم كام؟ السيمفونية التاسعة. برافو عليك، السيمفونية التاسعة صحيح. خمسة وسبعين دينار إلك. واعطونا القطاعات، ماذا تريد سهير؟ بسرعة، واحد من أربعة أسماء وحروف ولا فنون عالمية؟ بسرعة، واحد من أربعة خمسة وعشرين. واحد من أربعة خمسة وعشرين. بدنا تدققون في الفازات الأربع التي ترونها على الشاشة. بعد ما تدققوا في هذه الفازات بدكم تكتشفوا لي أي واحدة من الفازات الأربع السفلية هي التي تكمل طقم الفازات العلوي. بدكم تلاحظوا كيف يعني الزخرفة اللي في الفازات العلوية، بدكم تشوفوا لي النمنمات اللي فيها، هي فيها إيش وإيش، فيها خطوط في العنق وفيها دوائر، واللي اهتدى إلى الحل يضغط. أيوة يا عبير ضمرة، الثانية. ها؟ الثانية. الثانية وبتخسر 25 دينار. لا أيوة دققوا لي، أنت الفرصة أمامكم لسه. أيوة، مين اللي ضغط؟ موسى الزعبي، بكالوريوس الهندسة، رقم ثلاثة. يا سلام عليك، ليه؟ التتابع بالنسبة للخطوط، يوجد ثلاثة خطوط في الأولى، خط واحد في الثانية، وأربعة خطوط في الثالثة، لا يوجد خطوط في الرابعة. إذن إحنا نحتاج إلى كم خط في العنق؟ لازم اثنين. لازم ثلاثة. ثلاثة. لا، وكم دائرة؟ والدوائر يكون عددها خمسة. خمسة، وهذا يتوفر في أي شكل؟ في الشكل التالي. وإلك 25 دينار، كلام سليم. أيوة يا موسى، ماذا تريد؟ واحد من أربعة أسماء وحروف ولا فنون عالمية؟ بسرعة، فنون عالمية خمسين. فنون عالمية خمسين. وسؤال الفنون العالمية الذي طلبت هو من ثلاث فروع أيضا، وهو في الفن التشكيلي، واللي بيعرف الفن التشكيلي يتهيأ للإدخال. زي ما قلنا أول شق منه هذه اللوحة اللي طلعنا إياها الكمبيوتر، واسمها كما يوحي رسمها هو دراسة لرؤوس الرجال كبار السن، بالإنجليزي Study of the Heads of Old Men. رسمها واحد من أعظم الفنانين في كل العصور، فهو مصور، نحات، معماري، موسيقي، مهندس وعالم. اللي بيعرف من هو يتفضل يضغط. أيوة يا علي الوزني. طبعا ليوناردو دافنشي. هو ليوناردو دافنشي، هذا كلام صحيح. طيب علي، ليوناردو دافنشي جنسيته إيش؟ طلياني. طلياني. بتعرف ولد في أي مدينة؟ مدينته موجودة في اسمه، ليوناردو دافنشي، ولد في مدينة فينشي. طيب من لوحاته المشهورة واحدة اسمها العشاء إيش؟ العشاء الأخير. هلا من لوحاته وأشهر لوحاته تكاد تكون اللوحة اللي عليها الابتسامة التي حار فيها النقاد، اسمها إيش؟ الموناليزا. سؤالي، أين تحفظ الموناليزا الآن؟ وخذ 50 دينار. في متحف اللوفر في فرنسا. يا سلام عليك، صحيح. أيوة يا علي الوزني، بدك إيش؟ بسرعة. أسماء وحروف 75. أسماء وحروف 75. وسؤال الأسماء والحروف اللي طلبوا علي الوزني هو أسماء عائدة للجمل التعريفية الست التي ستقرؤونها بعد لحظات على الشاشة. الجمل التعريفية هذه كلها تشير إلى أسماء،
ولكن القطاع أسماء وحروف، إذن كل اسم تشير له أي واحدة من هذه الجمل التعريفية يبدأ بحرف السين. بحرف السين، أول كلمة أو أول عبارة كلمة مأخوذة من قولنا سبحان الله، واللي عاوز يتفضل. أيوة يا موسى الزعبي. تسبيح؟ لا، التسبيح تبدأ بالتاء. احنا كنا يجب أن تبدأ بالسين. إيش برضو على وزن إيش تبدأ بالسين؟ سبحان الله. هل مثلا بسم الله؟ بسملة. بسملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقلة. حوقلة. إذا سبحان الله. سبحلة. سبحلة. معلوم. طيب يا موسى، كاتب وجودي فرنسي شهير. سارتر. سارتر. برافو عليك. قاد ثورة العبيد ضد روما. سبارتاكوس. يا سلام، سبارتاكوس. عنوان مجموعة شعرية لأبي العلاء المعري. لا، هذا اسمه سقط الزند. سقط الزند. طيب عنوان أو زعيم مصري أسس حزب الوفد. سعد زغلول. سعد زغلول. شعر مقفى له بعض خصائص الشعر. سجع. سجع. يا سلام على المهندس، ممتاز. طيب انت اخذت بطبيعة الحال 75، لكن زين 75 بلفظ قرآني من مفردات القرآن الكريم ومعناه الطين المتحجر. سجيل. يا سلام، سجيل. ايوه يا موسى، ماذا تريد؟ فنون عالمية 25. فنون عالمية اللي باقي فيها 25. سؤال فنون عالمية وهو بنك، فبناش نسألك لا لترافياتا ولا سوان ليك، ولا مش سؤال معرف، وإنما سؤال بيليق بالمهندس موسى الزعبي، لأنه سؤال في حسبة. أنت قديش عندك فلوس؟ 200. كم تستثمر منهم؟ لا حرام، هو خليه في الأول يقولوا بعدين احتجوا أو ارضوا. أنت قول بسرعة. 70. 70. 70 قللت. طيب. 100. 100. 100. خلص، هو بيقول لك اكثر من 100 ما عاد. طيب هلا انتم سنوا اسنانكم على 100 قد تفلت منه، ركزوا معي. السؤال هو فرقة من رجال الموسيقى اعطونا اياها في الكمبيوتر، اربع اشخاص عندهم، هدول اللي انت شايفهم عم بيحزفوا، هدول في مدينة او قرية امريكية كل عدد سكانه 120 نفر. هدول زي ما قلنا عندهم بيعزفوا تشامبر ميوزك، موسيقى الغرفة. فأعلنوا لأهل هالقرية إنه في عنا حفلة في اليوم الفلاني، وأسعار التذاكر الرجل بكذا، المرأة بكذا، الطفل بكذا. والله ما كذبوا خبر، أهل القرية بقضها وقضيضها 120 راحوا حضروا هالكونسرت. كونسرت في الخريب يعملوه كل سنة. هلا 120 أهل القرية، حصيلة الحفلة كان 120 دولار. هلا شو المعطيات؟ فرقة موسيقية من أربعة عملت حفلة كونسرت، الكونسرت في قرية أمريكية صغيرة عدد سكانها 120. لما إجوا كل القرية 120 بني آدم. لما خلصت الحفلة شافوا حصيلة الحفلة وجدوها كام؟ 120 دولار. كيف هال 120 دولار اجت من 120 انسان؟ بدها تكون كم سعر تذكرة الرجل، كم سعر تذكرة المرأة، كم سعر تذكرة الطفل، وكم رجل حضر، كم امرأة حضرت، كم طفل حضر.
حتى زبطنا هال 120 دولار على أهل القرية اللي هم 120 طفل وامرأة ورجل. وهذا منيح اللي حتى تشيل 100 ولا بدك أكثر؟ لا لا بكفني. بدك أسمائهم كمان؟ لا. نعم. سعر التذكرة للرجل 5 دولار، سعر التذكرة للمرأة 2 دولار، سعر التذكرة للطفل 10 سنت، 10 دولار. هل مفروض بهذه المعطيات؟ أنا استنيت يقول لي كم سعر التذاكر، ما قال. هل تكاملت المعطيات؟ كم رجل، كم امرأة، كم طفل حضروا بحيث أنه مجموعهم 120 ولموا منهم هؤلاء تبعون الفرقة الموسيقية 120 دولار؟ كيف؟ أنت بتعرف ثمن تذكرة الرجل، ثمن تذكرة المرأة، ثمن تذكرة الطفل. خمس دولارات للرجل. الرجل. نعم. وللمرأة 20 دولار. اثنين. اثنين دولار. اثنين. اثنين. وللأطفال. والطفل 10 سنت. يعني كل 10 أطفال بدولار واحد. إذا معظمهم بده يكون كام؟ بده أطفال. بده يكون أطفال. أي حد من الحضور؟ اسمك إيه؟ أنور السويطي، ماجستير فيزياء جامعة اليرموك. أيوة. 17 رجل، 13 امرأة. و90 طفل. حللنا إياها. 17 رجل في 5 85 دولار، 13 امرأة في 2 26، و85 111، و90 في 9 في 10 سنت 9 و111 دولار 120. نشوف هدول الأطفال 90، ال13 النساء 102، و17 ولا قد 103 مش هيك؟ كم قلت الرجال؟ الرجال 17 و13 امرأة 30 و90 طفل 120. اذا 120 120 دولار. برافو عليك، روح خذ ال 100 دينار، مبروك. ايوه الفرصة الآن مهيئة امام موسى. ماذا تريد؟ موسى ماذا تريد؟ 1 من 4 75. 1 من 4 75. وخلي عيونكم على الشاشة لو سمحتوا، والسؤال هلا هذا السؤال سهل، بدنا نعوض لك عليه. هلا انا بدي اياك تقف امام افرض انه هذا جدار، والصق اكعابك ها في هذا المقعد. انا بدي احط لك هنا افرض 5000 دينار، وبقول لك اذا بتقول لي بطولهم، أنا بجيب الآن من البنك تبعنا 5000 أحط لك إياهم هون، لكن شرطي إيش؟ إنك أنت تستطيع إنك تطولهم دون أن تحرك كعبيك الملامسين للمقعد، ودون أن تثني ركبتيك وتوصلهم وتطولهم فهم إلك. أجيبهم؟ بتقدر؟ بتقدر؟ طب تخيل أشوف أنت رأيك، أنت كواحد مهندس بتصير ولا بتصيرش من معرفتك بالفيزياء وبمركز الثقل والتوازنات والأشياء هذه؟ هيها هنا توصل إيدي، حاول أوصل إيدي دون حاول دون أن تفني ركبتك. يلا حاول حاول، لأنه ببساطة شديدة مركز الثقل، لأنه لاصق هنا لا يمكن، لأنه
حتى لا يقع يجب أن يكون مركز الثقل فوق القدمين، وحتى لا يثني ركبتيه لازم يروح في مركز الثقل بده يوقعه. إمتى إحنا ليش بنوقعش؟ ما بنكونش لاصقين هنا، نكون هنا، فلما بننزل إحنا بأرجلنا الأرداف تبعنا بتذهب إلى الخلف، فممكن نطول دون أن نثني. إذن هذه حليتها لكن بتردد. أنا حتى أبرر ذمتي وأعطيك جائزة الكشكول اللي هي كام؟ 75 دينار. 75؟ طيب بدي أعطيك عبارة باللغة الإنجليزية. تفضل. العبارة بتقول قيصر الأثيم رشف كأسه وأمسك ركبتيه وعطس. ليش أنا أجيب لك هذه؟ لأنك أنت ما قدرتش إلا تثني ركبتيك، فقلت هذيك ما زبطها كما يجب، فخليني أجيب لك هالعبارة الإنجليزية اللي فيها ركبتين. الجملة شو بتقول؟ هي مكتوبة هناك: Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. هي كلمات متزاحمة، احفظ منطقها وعيدها ثلاث مرات بس تأخذ 75 دينار. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. يلا. Sinful Caesar sniffed his snifter. كاس. Snifter. Seized his knees. Seized his knees and sneezed. Yeah. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his sneezed and sneezed. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. آخر مرة. Sinful Caesar sipped his snifter, seized his knees and sneezed. أيوة يا موسى، ماذا تريد؟ أسماء وحروف 25. أسماء وحروف اللي بقيت 25، وهذه أربع عبارات تعريفية لأسماء سيظهرها الكمبيوتر على الشاشة. كل اسم من الأسماء المطلوب معرفتها يبدأ بحرف الهاء. أولها أحد أولاد آدم عليه السلام قتله أخوه، واللي عاوز يتفضل. أيوة يا دكتور طلال حجاوي، هذه كلها تبدأ بحرف الهاء، تفضل. أحد أولاد آدم عليه السلام قتله أخوه هابيل. هابيل، وهذا استهلال طيب. من مؤلفاته كفاح هتلر. هتلر صحيح. أشهر مخرجي أفلام الجريمة هيتشكوك. هيتشكوك. جزيرة مقابلة لشاطئ إيران الجنوبي هي هرمز، وإلك مع ذلك 25 دينار 3 من 4. أيوة يا دكتور طلال، إيش عايز؟ طبعاً واحد من أربعة ما فيش غيرها، هي إلك ولزملائك، وهي بتاعت كام؟ 50. هذا السؤال من 4 فروع، الشق الأول منه عن الشخص الثاني بعد نيل آرمسترونغ الذي وطأت قدماه سطح القمر عام 1969، هل هو تشارلز كونراد، فرانك بورمان، جيم لوفيل، ولا إدوين ألدرين، ولا عايز يضغط؟ أيوة يا عبير ضمرة، إدوين ألدرين. برافو عليك، هو إدوين ألدرين. طب الشق الثاني من السؤال يا عبير، مين اللي أصبح أول رئيس لوزراء تنجانيقا في عام 1961؟ هل هو جوليوس نايريري، عيدي أمين، جوشوا كومو، ولا هيستينغز باندا، ولا باندا؟ باندا؟ لا، هو جوليوس نايريري. أي بلاد انفصلت عن مجموعة دول الكومنولث عام 1971؟ هل هي الهند، الباكستان، سريلانكا، ولا بنغلاديش؟ باكستان. صح، باكستان صحيح. بدك تجيبي لي
أنت جبتي 2 من 4، هلا ما بتخسري، هذه لازم تجيبيها حتى تأخذي 50 دينار يا عبير. من كان آخر قياصرة روسيا؟ ألكسندر الأول، ألكسندر الثاني، نيكولا الثاني، نيكولا الأول؟ نيكولا الثاني. برافو عليك، صحيح. ومع نهاية الشاشة الفضية نستعرض كشف أرصدتها، فنرى أن سهير كالوتي ما زالت في المقدمة 225 دينار، موسى الزعبي 175، دكتور مصطفى حجازي 100، دكتور طلال حجاوة 125، علي الوزن 150، وعبير ضمرة 150. والآن جاء دور الجمهور في سؤاله الأول، وهو لهذا الأسبوع سحر الأرقام. كيو 34، هاي من الأخير، كيو 34، تفضل بسرعة. أنت شايف 3 7 17 39 85 علامة استفهام. هذه دائرة قطعناها إلى كم قطاع؟ 1 2 3 6. ستة. بتشوف الأعداد تتزايد ولا بتتناقص؟ تزايد. بدك تلمح لي على الميكروفون وإعلي صوتك، تتزايد ولا تتناقص؟ تتزايد. طيب بدك تشوف لي نمط التزايد انت يا طالب التوجيه، علمي ولا ادبي؟ علمي. علمي. اذا لمحت الفرق بين هذه وهذه ثم هذه وهذه ثم هذه وهذه، نمط التزايد، استطعت تاسيسا على اكتشاف النمط ان تعرف ما هو العدد الذي ينبغي وضعه محل علامه الاستفهام. العدد بيقسم على كل واحد بيقسم على 3، والباقي بظل باقي. المرة الأولى 0، المرة الثانية 1. أنا شخصيا إذا الإخوة الحضور فهموا عليك أنا مش فاهم ولا شيء، كأنك تحكي صيني. طيب لحظة شوف، بس 2 باقي 1، 39 على 3، 39 على 3. أنا بقول لك 13. ما عندك أي خبر؟ ايه 15. اتعرف عليك يعقوب الجوابري معلم. ما يعقوب ايه؟ الجوابري معلم. قبل ما نروح على القطاعات، عندك اي فكره يا يعقوب شو الرقم؟ نعم. كم؟ 179. يا سلام، 179 الرقم. نعم. طيب قبل ما نروح هنا قل لهم كيف عرفت. نضرب باثنين وبنزيد 1، بعدين نضرب باثنين وبنزيد 3، نضرب باثنين وبنزيد 5، نضرب باثنين وبنزيد 7، بعدين بنزيد 9. الأخ يعقوب فعلا يعني عنده عين مدربة، واستطاعت أن ترى العلاقة الرياضية بكل حذق ومهارة وحرفية. القاعدة هي العدد الثاني هو ضعف الأول زائد 1، بعدين الزيادة على المضاعفة، الثالث ضعف الثاني زائد 3، اللي بعده ضعف اللي قبله زائد 5، اللي بعده ضعف اللي قبله زائد 7، إلى أن نأتي إلى 85 ضعف اللي قبله. 39 في 2 كام؟ 78 زائد كام؟ 9. 100. أنا بحكي على 85، شوفوا هي كيف صايرة. 3 في 2 زائد 1 7، 7 في 2 زائد 3 17، 17 في 2 زائد 5 39، 39 ضرب 2 زائد 7 85، 85 في 2 زائد 9، 85 في 2 170 زائد 9، 179. وتعال وقف لي هون وشوف شو بدك تكسب. العبونا الآن صندوق الجوائز العينية لنرى ماذا يكسب أخونا. إيش يعقوب؟ خليك انت على الميكروفون، وهي طلعت، وركز واستهدي بالله متى تريد، بس انت زي ما كنت بلماحية وتؤدة وعقلانية جبت الجواب.
حاول استخدم مهاراتك في رد الفعل الانعكاسي وظبط على الجائزة اللي بالك فيها وترجو الله أن يمنحك إياها. ثلاجة، مبروك، روح خذها. والآن ننتقل إلى الشاشة الذهبية بقطاعاتها الثلاثة، وهي فكر بسرعة، أيام لها تاريخ، معلقات، وصاحب أدنى رصيد. من هو اللي بده يبدأ؟ أيوة يا دكتور. معلقات بكم؟ 100. معلقات ب100، وسؤال المعلقات ب100 لك ولزملائك، وهو السؤال الأول بطبيعة الحال. بعد لحظات سيظهر لنا الكمبيوتر على الشاشة ثلاثة أبيات من إحدى المعلقات. حول هذه الأبيات مجموعة من الأسئلة، سأقرأ لكم الأبيات الثلاثة. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسأل، أو أنا مفتدي وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. وحذفت العجز، عجز مشهور يسير مسار المثل. والبيت الثالث، فذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند الضرغدي. من أي معلقة هذه الأبيات اللي عارف يضغط؟ أيوة يا سهير. لطرف ابن العبد. يا سلام سلال. طيب طيب، اللي مطلعها إيش هذه المعلقة يا سهير؟ مطلعها إيش؟ ما بتعرفي؟ طيب انتقل الى عجيب، معلقه طويله عريضه، بتعرف ان اللي طرفها ولا تعرفي مطلعها؟ تعرفي اي مطلع اي معلقه ثانيه؟ طيب، هي مطلعها لخوله اطلال ببرقه فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. طيب يبدو بدك تخسر 100 دينار الا اذا تابعتينا يا سهير. البيت الثاني مشهور ويسير مسار المثل، اللي أنا شو حذفت؟ صدره ولا عجزه؟ العجز. عجزه اللي هو الشق الثاني. شو بيقول البيت؟ بيقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. تعرفي عجز البيت؟ على النفس من وقع الحسام المهندي. يا سلام، على النفس من وقع الحسام المهندي. طيب، يا بتعربي لي مضاضة في البيت هذا، أو بتقولي لي معنى ضرغد في البيت الثالث. عندك أي فكرة عن وظلم ذوي القربى أشد إيش؟ مضاضة اللي بتيجي بعد أفعل، هل هي حال مفعول لأجله ولا تمييز؟ تمييز. حال. هي عارضتكم وما رضيت، وأنا أكبرت فيها. هم كلهم قالوا تمييز وهم صحيح، بس انت خالفيهم وقولي حال ولو كان غلط وبتخسري. على كل حال، انت حتى الان 2-2، 2 جاوبتيهم و2 لا. خليني امشي معك الجزء الاخير. اذا بتجاوبي يا سهير الك 100 دينار. في كلامنا العادي او الشعبي بنقول يا خبر بفلوس بكره بصير بلاش، يرحم والديكم. إيش هو عجز البيت الشهير في معلقة الطرفة يا سهير وانقذ 100 دينار اللي بيحمل هذا المعنى في آخر المعلقة؟ هذا المعنى بالضبط. أنا بدي أعطيكي الصدر، إذا بتعرف العجز تاخذ 100 دينار. الصدر بيقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، يأتيك من الأخبار من لم تزود. بالأخبار من لم تزود. برافو عليك. هو الحقيقة مش من الأخبار،
أنت قلت من الأخبار يا ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي وإلك شو بدك بسرعة فكر بسرعة 200 فكر بسرعة 200 وسؤال فكر بسرعة 200 هذا السؤال عبارة عن مجموعة من العبارات القصيرة سيريكموها الكمبيوتر على الشاشة كل عبارة بدها فطنة لماحية سرعة بديهة حسن تخلص تفكير سريع وتحتاج إلى إجابة سريعة فكروا بسرعة وأجيبوا على 5 من العبارات 8 على الأقل أيوة يا سهير ما هو حاصل قسمة نصف ضعف العدد 8 على نصف ربعه 8 ليه ليه لأنه نصف ضعف العدد 8 هو 8 ونص ربعه 1 8 على 1 8 طيب يمشي معك في الشمس ويتركك الظل. في الظلام الخيال. الظل أو الخيال ارفع صوتك الظل أو الخيال ظلك أو خيالك هذا كلام صحيح طب العدد 10 في 6 العدد 1 في 4 كم يوجد في الأربعة هذا 11 في 6 وعدد 1 في 4 طيب بلا تعرفي ولا لا يوجد في الأربعة 5 احنا بنحكي عن الحروف 11 11 في 5 في 6 11 العدد 1 في 4 واو ألف حاء دال كم يوجد في 4 ألف راء باء عين تاء 5 حروف طيب الدولة العربية الوحيدة التي يمر فيها خط الاستواء الصومال برافو عليك صحيح طيب أنا واثق أنه هذا مش هتعرفيه اللي هو أكثر من عنصر 3 عناصر هما ما هي العناصر المكونة لهواء اللمبة الكهربائية؟ أولاً إيش؟ ثانياً إيش؟ ثالثاً إيش؟ اللمبة الكهربائية بتكون مفرغة من الهواء فما ما فيها شيء لأنه مفرغة من الهواء طيب في الجغرافيا الاقتصادية علمونا وين أشهر مناجم الفحم وعلمونا وين أشهر مصانع الأخشاب إلى آخره هذا السؤال بيسألك يا سهير أين توجد أشهر مناجم البرونز؟ لا يوجد مناجم للبرونز لأن البرونز عبارة عن سبايك مخلوطة بين القصدير والنحاس يا سلام لأنه لا توجد مادة خام لأنه أول خليط معدني في العصر البرونزي كان خلط الإنسان من النحاس والقصدير هو البرونز ولذلك لا يوجد على شكل خام في مناجم طيب كم واحدة جاوبتي؟ كم جاوبت؟ 1 5 1 2 طيب انت 5 انا بدي السادس انت عارفة 10 داونينج ستريت اللي هو في بريطانيا اللي هو مقر رئاسة الوزراء البريطانية مقر رئيس الوزراء البريطاني اللي هو الان بالصدفة جون ميجر جون ميجر وزوجته يمكن نورما ميجر ولا أبصر إيش كانوا مروحين على البيت فتشوا على المفتاح لا هذه لقت المفتاح ولا هو لقى المفتاح فصاروا يطبلوا على الباب 10 داونينج ستريت هذا المفتاح عادة بيكون مع مين الباب الأمامي ل 10 داونينج ستريت مين بيحمل مفتاح 10 داونينج ستريت هذا رئاسة الوزراء البريطانية ما له مفتاح هو بركي ما لهش مفتاح يمكن ما لهش لا يمكن الباب ما لهش مفتاح يا سلام عليك الجواب لا احد هذا الباب يمكن فتحه من الداخل فقط ولذلك الجواب صحيح طيب في اي مكان يا سهير الكالوتي على الارض يكون الشتاء قبل الربيع دائما في كل في كل مكان برافو أيوة يا سهير فكر بسرعة 100 فكر بسرعة 100 وهو السؤال الأول الحقيقة والسؤال هذا من شقين في 3 سيدات ركزوا لي على هذا السؤال 3 سيدات بيلبسوا قبعات
القبعات مختلفة الألوان. السيدة رقم واحد تنظر إلى يمينها، دققوا لي كويس، فكر بسرعة، فترى قبعة حمراء. السيدة رقم ثلاثة تنظر إلى يسارها فترى قبعة صفراء. السيدة رقم اثنين لا تلبس قبعة حمراء. سؤالي، من تلبس القبعة الحمراء؟ رقم واحد، اثنين، ولا ثلاثة؟ أيوة يا علي. الثالثة تنظر على القبعة الصفراء، والثانية ما بتلبس، فالأولى رح تكون قبعة صفراء. مين اللي بتكون لابس القبعة الحمراء؟ الحمراء الثالثة. رقم؟ ثلاثة. ثلاثة صحيح. بس انت ما شرحت لي ليش يا علي؟ ليه؟ لأنه احنا حكينا، حد اسمع علي بالله، تخيل واحدة تنتين ثلاثة، انا شو قلت؟ حكينا الاولى تنظر الى يمينها، أيوة، تجد قبعة حمراء. طيب ومعروف عنا انه الثانية ما بتلبس قبعة حمراء، فسوف ترى قبعة الثالثة صفراء. هي الحمراء. اذا بتكون السيدة اثنين لا تلبس قبعة حمراء، اذا ثلاث. ثلاثة، بس انت ما شرحت كما يجب. ثلاثة صفين، واحدة تنتين ثلاثة، كرر. اوكي، واحد اثنين ثلاث. الاولى تنظر فتجد قبعة صفراء. الاولى مين؟ رقم واحد. تنظر لوين؟ يمينها ولا يسارها؟ تنظر ليمينها، تجد قبعة حمراء. قبعة حمراء. رقم ثلاثة تنظر الى اي جهة؟ الى يسارها. ليسارها، فترى قبعة ايش؟ صفراء. السيدة اثنين هل تلبس قبعة حمراء؟ لا، لا تلبس قبعة. اذا ثلاثة تلبس القبعة الحمراء، وهذا كلام صحيح. طيب، خذ ال100 دينار وشوف لي أربع أوراق الكوتشينة الآن أمامك. شو هدول؟ أربعة بستوني، كينج ديناري، ولد بستون، ولد سباتي، وولد كبة. خليك معايا، أي ورقة، مش هعيد، أي ورقة يا علي الوزني، تلي الورقة، راح تلي الورقة اللي إلى اليمين من الورقة الأخيرة. بعيد مرة أخيرة، أي ورقة تلي الورقة اللي بتبعد موقعين من الورقة اللي إلى اليمين من الورقة الأخيرة. ممكن مرة ثانية؟ مرة ثانية معلش. بقول في عندك، بدك تعرف لي أي ورقة تلي الورقة التي تبعد موقعين من الورقة التي على اليمين من الورقة الأخيرة. أوكي أوكي. أول شيء الورقة التي على يمين الورقة الأولى اللي هي ثلاثة، تبعد موقعين، راح تكون الأولى، بس إحنا بنسأل عن التي تليها اللي هي بتكون اثنين، الشيخ الديناري. الشيخ الديناري. بس أنا ما فهمتش ليش أنت استعجلت. هلا بدك أنت بتقول لي، قلت لي بدنا نبدأ من الآخر. الورقة اللي على يمين الأخيرة إيش هي؟ الولد السنك. الولد السباتي. طب موقعين إلى اليمين من السباتي أي ورقة؟ الأربعة. الورقة الأولى، الأربعة البستوني. نعم. طب اللي بتلي الأربعة البستوني إيش هي؟ الشيخ الديناري. الشايب الديناري، وإلك 100 دينار، هذا كلام صحيح. أيوة يا علي. أيام لها تاريخ 100 دينار. بدنا نسأل في الأول عن حدث في التاريخ الإسلامي، ثم نسأل سؤال في التاريخ الأوروبي، ثم نعود إلى التاريخ الإسلامي، وأكثر من هيك ما بقدر أفصل، واللي عاوز يتفضل. أيوة يا دكتور طلال حجاوي، ماذا حدث في ضحى يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 للهجرة؟ قل لي الحدث وخذ مدخل السؤال. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح. توفي عليه السلام عن كام؟ عن 63 سنة، وزادت 4 أيام، وولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موافقا لأي يوم من أيام الأسبوع؟ أي من الاثنين. الاثنين. شق الثاني من السؤال يا دكتور طلال، في أي يوم من عام 1789 تم اقتحام سجن الباستيل؟ حاعطيك 4 خيارات، 4 يونيو، 4 يوليو، 14 يوليو، ولا 6 ديسمبر؟ 14 يوليو. لا، هو 4 يوليو اقتحم الباستيل، 14 هي الاحتفال بالثورة الفرنسية. طيب الشق الثالث.
أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد جميع المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصيب بأربعة وعشرين جرحا في معركة أحد وحدها، كان من أغنياء الصحابة، قتل في الفتنة يوم الجمل بجانب عائشة رضي الله عنها، من هو وخذ 100 دينار. سعيد بن عامر رضي الله عنه. لا، انت الآن لا بتخسر ولا بتكسب، لكن إذا جبته بتاخذ 100 دينار. طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله، هذا كلام صحيح. أيوة يا دكتور طلال، ماذا تريد؟ معلقات 200 دينار. سؤال المعلقات بمئتي دينار، هذه 4 أبيات من معلقة، تلاحظون أننا حذفنا اسم صاحبها من البيت الثاني. الأبيات بتقول قبل ما تطلع على الوعي، طلعت بعد لحظات، تقول الأبيات: ولما دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات، إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا فلان فانزلي، إلى أن يقول الشاعر: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. صاحب المعلقة اللي حذفنا اسمه من البيت الثاني من هو يا موسى؟ امرؤ القيس. امرؤ القيس. طيب موسى، بنقول احنا: تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس. شو اعراب امرأ القيس؟ منادى. منادى منصوب ليه؟ مضاف. لانه مضاف. طيب ما تستنى الجمهور حتى يقول لك واعلي صوتك، اذا ما بتعرفش كل ما بعرف. الان في البيت بيقول أفاطمة مهلا، ليه ما قالش بعضه؟ قال أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، ليه نصبت بعض؟ لأن مهلا هنا نابت مناب الفعل دع، كأنه بيقول أفاطمة دعي بعض هذا التدلل. طيب الهمزة يا بكالوريوس هندسة موسى الزعبي، لما هو بيسأل بيقول لك أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا اللي غرك مني؟ الهمزة في أغرك هنا للاستفهام. وفي غير مرة وفي غير حلقة من هذا البرنامج كنا نتعرض للاستفهام، ونقول إنه الاستفهام أحيانا يأتي للاستفهام والاستخبار، ولكن أحيانا كثيرة يأتي لغير ذلك. هنا لما دخلت الهمزة، هل دخل الاستفهام على هذا البيت فعلا للاستفهام والاستخبار، ولا لغرض آخر من أغراض الاستفهام أقوى وأبلغ؟ هو دخل في هذا البيت للتأكيد، تأكيد المعنى أو التقرير. برافو. نعم. عليه. لأنه هنا يريد أن يعطي البيت قوة غير عادية، بالضبط زي ما حكينا في حلقة سابقة لما بيقول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ هو بده يسأل أنتوا ولا لا؟ بقول لهم أنتم خير من ركب المطايا. فالاستفهام هنا للتقرير والتثبيت، ولذلك هنا استعمال بلاغي، مش إنه استعمال هو بيتساءل، هو يتساءل تساؤل العارف. وفي عندنا استفهام إنكاري ينكر، في عندنا استفهامات للتعجب، استعمالات للتعظيم، كل أشياء هذه بنسميه الاستفهام، استعمل في غير ما قصد له بشكل مباشر وهو الاستخبار. طيب اسمع، أنا حتى الآن يبدو لي لا بدي أعطيك 200 ولا أخذ منك إلا إذا قلت لي المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل إيش. أنت عارف شو بقول؟ أغرك مني أن حبك قاتلي. أغر فعل، الكاف إيش إعرابها؟ أغرك، إعرابها إيه؟ أغرك. هل غرك؟ ال
انطق. فاعل فاعل فاعل؟ لا لا أغركي أنت في شيء. أغركي، أغركي ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب إيش اللي أغرها؟ أن حبك قاتلي، أن وحبك اسمها وقاتلي خبرها والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل إيش؟ فاعل. أنت عم تهمسها مثليه. طب ما تقول لا لا فاعل فاعل. وكونك أنت مش واثق والانخفاض صوتك بدي يا بتقول فاعل يا بتقول لا أعرف. أما بين مقدم ومحجم هذا بدي أخسرك فيها إلا إلا إذا إذا جاوبتني هذا الأخير فعلا. في القصيدة في بيتين هدول بيجوا، دقق معي. بيقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا هو المطلع. وبعدين شو بقول؟ وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. اعرب لي وقوفا وخذ 200 دينار أو لا بتكسب ولا بتخسر. حال. يا سلام حال صحيح. هو يريد أن يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب في حال وقف أصحابي مطيهم علي. وماذا تريد؟ أيام لها تاريخ 200. أيام لها تاريخ 200، والأيام اللي إلها تاريخ 200 يا موسى لك ولزملائك من 6 فروع، في كل فرع فراغ أو أكثر مطلوب ملؤها بالإجابات الصحيحة، والإجابة على 5 من الفروع 7 تؤمن لكم الفوز ب200 دينار. الشق الأول، في يوم 1 سبتمبر 1939 قامت كذا بغزو كذا فردت عليها كذا وكذا بإعلان الحرب يوم 3 سبتمبر 1939. املأ للدول هذه اللي تقاتلت في 1939 اللي هو الحرب العالمية واللي عاوز يدخل. أيوة يا موسى. في يوم 1 سبتمبر 1939 قامت ألمانيا بغزو بولندا فردت عليها بريطانيا وفرنسا بإعلان الحرب يوم 3 سبتمبر. ألمانيا وبولندا وبريطانيا وفرنسا. طيب في يوم 7 ديسمبر 1941 قامت كذا بإلقاء القنابل على كذا. قامت اليابان بإلقاء القنابل على ميناء بيرل هاربر. يا سلام ممتاز. طيب ومن الأفلام التي تدور أحداثها يا موسى حول الحرب العالمية الثانية فيلم أطول يوم في التاريخ. هذا الفيلم يصور اليوم الذي قام فيه الحلفاء بغزو الساحل الفرنسي في نورماندي. يا سلام تمام. في أول مايو من كل عام يحتفل العالم بيوم العمال تذكيراً بأهمية العمل ودوره في الحضارة الإنسانية، فما هي أول دولة في العالم تحتفل بهذا اليوم؟ هل هي فرنسا عام 89 1700، الولايات المتحدة 1886، ولا روسيا عام 1917؟ أعتقد الولايات المتحدة عام 1886. واعتقادك في محله صحيح. ما شاء الله عليك، انت جاوبت 4 حتى الآن، الخامسة وخد تأكد انك انت ربحان السؤال. انتخب نيلسون مانديلا يوم كذا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا بعد 342 عاما من هيمنة الأقلية البيضاء، أي يوم؟ اليوم لا أحفظ بس يعني العام. أو أنا بقول لك يوم 2 كانت، بس أي تاريخ؟ ب94. هو في 94 لكن هو مش عارف التاريخ. هو يوم 2 9 مايو، وبنسامحك من هذا، لكن بسامحكش انت وزملائك انك تطرب لي على هالمقطع من اغنية شهيرة للراحل عبد الحليم حافظ. وعايز اسألك السؤال الاخير في هذا السؤال، اتفضل.
موسى. شو اللي خلاني أنا أجيب هالأغنية في هذا القطاع؟ شو العلاقة؟ كلها لها علاقة بالتواريخ والأيام. لأن أنا بسأل عن أيام لها تاريخ. صحيح هذا اليوم ليس له تاريخ، هو قال لك في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمري جرحي أنا أطول من الأيام. وداع، بتعرف تكمل؟ وداع يا دنيا الهنا، وداع يا حبي يا أحلام، ده عمري جرحك أنت ماله أطول من الأيام. طيب أنا بدي أسألك وتأخذ 200 دينار، إذا عرفت لي محمد الموجي ولا منير مراد ولا كمال الطويل هو اللي لحن الأغنية، وإلك 200 بدون ما تعرف هو كمال الطويل، لأن كده جواب ستة. أيوة يا موسى، ماذا تريد؟ معلقات 150. معلقات 150 والأبيات التي ستراها وزملائك على الشاشة بعد قليل كلها تبدأ بالاسم الموصول من. من من ومن ومن. قال لك: ومن لم يصانع في أمور كثيرة وحذفنا العجز، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله وحذفنا العجز، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه. اللي بيقدر يعطيني عجز كل بيت أو بيتين أو ثلاثة يتفضل. هذول أبيات لمين يا دكتور طلال؟ هذول لزهير بن أبي سلمة. زهير أبو الحكمة، وكلها تعج زهير معلقته بالحكم، وهذه مجموعة من الحكم يعني زي العقد المنضد. ومن 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 ومن، أعطينا العجز الأول. طيب، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. يهدم يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. تمام، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. طيب، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء يصعد بسلم. طيب الغيره، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه على يستغنى عنه ويذمم. قال لك: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمنسب. أنا شايف 150 قليل عليه، شو رأيك نعطيه 200؟ طيب أنا بدي أسألك مجموعة أسئلة، أنت جبت واحد أنا بقبل واحد من أربعة، لكن خليك معايا. أنت قلت لي صاحب المعلقة مين؟ زهير بن أبي سلمة. بتعرف لي مطلعها إيش؟ أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي. في هذه المعلقة بيت يقول: رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته، ومن يعمر فيخلد. يعمر فيخلد. العشواء مين هي؟ الناقة. أي ناقة اسمها عشواء؟ لا، خبط عشواء. قال لك: هذا العمياء. حاطب ليل. يعني أي واحد؟ أي حاطب؟ أي عشواء؟ العمياء. لا، من مرة عميتها؟ عورة. احكوا هيك. لا، ما بدك تقول لي شو هي. الناقة التي فيها عشا، والعشا هو عدم الإبصار ليلا. إذن هي الناقة التي لا تبصر ليلا. طيب لما تيجي تقول عشواء، مؤنث ولا مذكر؟ عشواء مؤنث. مؤنث. ما المذكر؟ أعشى. أعشى. طيب لما بيجي بقول لك: ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله، أنا بديش أسألك شو إعراب فيبخل، أما بدي أسألك إعراب ذا. ومن يك ذا فضل. ليه تطلع عليهم؟ علي ما مطلع. ومن يك ذا فضل. ذا من إيش بسموها؟ ذو، فو، حمو، أخو، شو هدول الأسماء الخمسة؟ وبعضهم بيقولوا الأسماء الستة، وكلاهما صحيح. طيب الأسماء الخمسة تنصب بإيش؟ بالألف. بالألف. وتجر
بالياء وترفع بالواو. طيب إذا هنا ذا إجت في حالة نصب الألف، ليه؟ ألك ومن يكو ذا منصوب لأنها ليه؟ لأنها خبر إيش؟ خبر ما؟ يا خبر ببلاش خبر خبر يكون، بس يكون لأنه من جزمتها وهي من لأنه حذفت الواو، ومن يكن ذا كان تأخذ اسم ويسمى اسمها وخبر ويسمى خبرها والمنصوب بيكون، ولأنه من الأسماء الخمسة صار ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على أهله يستغنى عنه ويذمم. ولن أعطيك وحتى الحقيقة لن أساعدك فيه، إني ما أخصمش عليك إلا إذا أعربت لي كلمة يرقى. قال لك ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. يرقى شو عربها؟ فعل مضارع مجزوم بإيه؟ بإن، وعلامة جزمه إيش؟ سكون. حذف حرف العلة يرقى وبتخسر 150 يا دكتور. طيب بقى عندك أيام لها تاريخ. هذا سؤال الكنز إلك، شو بدك تسوي؟ احنا كنا آخر شيء، انت نسيت حالك. تعال، انت بتذكر ظل عندك فلوس هناك؟ لا أبدا. 75. طيب هذول لو ضربتهم في ثلاثة بيعملوا 225. بس أكد على انك تظلك معايا في سؤال الكنز. سؤال الكنز بيقول يا دكتور طلال، اليوم الجمعة، أنا بدأ السؤال، اليوم الجمعة الدراسة بتبدأ يومين بعد اليوم اللي قبل بعد بكرة، إمتى بتبدأ الدراسة؟ لا هو بده يعيد يومين. عيد السؤال كله. لا عيده مرة ثانية. طيب اليوم الجمعة الدراسة بتبدأ يومين بعد اليوم اللي قبل بعد بكرة، متى تبدأ السبت الدراسة؟ السبت. السبت. تستعجلش بخسرك 75. طب عيد السؤال، انت استوعبته؟ قوله. يومين اليوم الجمعة، اليوم الجمعة الدراسة بتبدأ يومين بعد اليوم اللي قبل بعد بكرة، امتى بتبدأ الدراسة؟ يومين قبل بعد، يومين قبل بعد بكرة، بعد بكرة الاثنين قبل اليوم اللي بعد الأحد. بكرة قبل السبت. شوي هو رجل أعطوه مجال. الخميس. ها الخميس. الخميس وبتخسر 75. أي واحد دكتور مالك ضاء مقيم على الفؤاد الحنجرة البشير يوم الاثنين. ماهر القضاء طبيب الأنف والأذن والحنجرة بيقول يوم الاثنين. لن أعطيه الجائزة إلا إذا شرح لي بدقة ومنطق وتؤدى ليه؟ يومين بعد الجمعة. شو سؤالي كان؟ كان يومين بعد اليوم، اليوم الجمعة، جمعة يومين بعد الجمعة، يومين بعد اليوم اللي قبل بعد بكرة بتصير فيه الدراسة. قل لي ليش التنين اليوم الجمعة قبل يومين قبل الجمعة. بدك تبدأ من الأخير. أوكي. بدك تبدأ من الأخير. قبل الأخير يوم بعد الجمعة السبت، ويومين بعد الجمعة الاثنين، بعد السبت اثنين. كيف وصلت للسبت؟ أنا بقول لك يومين. خلي خذ معي، بدك تبدأني من الأخير صح. أوكي. السؤال بيقول اليوم الجمعة
الدراسة بتبدأ يومين بعد اليوم اللي قبل بعد بكرة. نعم. ابدالي في بعد بكرة اليوم الجمعة بعد بكرة شو؟ الأحد. الأحد اليوم اللي قبله السبت. الدراسة بتبدأ بعد السبت بيومين. يومين سبت وأحد واثنين. إيه هيك يحكي مزبوط. وقت ما بدك. هيا هيا لا خسرت ولا كسبت. تفضل خذه يلا. والآن إلى الجولة السريعة وهي لهذا الأسبوع لماذا وبسم الله نبدأ. لماذا نرتعش عندما نبرد؟ أي واحد؟ أيوة يا سهيل. لأن الارتعاش بيعطينا حرارة ودفء نكسب دفء. من أي نشاط؟ يعني بزيد من التفاعلات اللي في جسمنا نشاط العضلي وبذلك يرفع درجة حرارة الجسم. ما بعطيك على هذا. لازم تكون إجابة صحيحة وناجزة. لماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ لأنه أيوة يا سهير. لأنهم ارتدوا عن الإسلام ورفضوا دفع الزكاة. لأنه رفضوا دفع الجزية. الجزية. طيب ومية إلك. في قواعد اللغة لماذا ترفع كلا وكلتا بالألف؟ أيوة. لأنها تكون مثنى تعامل معاملة المثنى. لا غلط. لأنها ملحقة بالمثنى. لماذا سمي نهر العاصي بهذا الاسم؟ أيوة سهير. لأنه يخالف بقية الأنهار اللي لأنه يخالف سائر أنهار وين؟ اللي موجودة بالشام. اللي في الشام ومياه إلك. لماذا لا يشعر السمك ببرودة الماء؟ أيوة موسى. لأنه من ذوات الدم البارد. لأنه حرارة جسمه مساوية لحرارة الماء. هذا إلك مئة. لماذا بدأت معركة حنين بالهزيمة؟ أيوة يا دكتور. قال المسلمون لن نهزم اليوم من كثرة. لأن المسلمين اغتروا بكثرتهم. ولكنهم اغتروا بعددهم. طيب لماذا ترفع طيور الشاطئ مثل اللقلق أحد ساقيها؟ اللقلق ليش بيرفع؟ أيوة يا سهير. عشان تريح الرجل المرفوعة. هذه واحدة. وتاني عشان يعني تكسب الرجل المرفوعة دفء لأنها تكسب دفء. وإلك صحيح 100 دينار. من بين أسماء الأدباء الفرنسيين جي دي موباسان، أندري مالرو وفرانسوا ساغان. الاسم المختلف هو فرانسوا ساغان. لماذا؟ أيوة سهير. لأن فرانسوا ساغان امرأة أديبة. أما الباقيين رجال. رجال. هذا كلام صحيح. في رواية ديكنز Great Expectations وحكمل في رواية ديكنز Great Expectations أوقفت ميس هافيشام ساعتها على الساعة 8:40 بالتمام والكمال. لماذا؟ أيوة. لأنه الساعة 9:45 كان المفروض إنها تتزوج فيها. يا سلام عليك. صحيح صحيح. كان هذا الوقت الذي تم فيه إلغاء زفافها. سهير الكالوتي ما زالت تتمتع بأعلى رصيد. ويلي سهير الكالوتي موسى الزعبي. اتفضل سهير واتفضل يا موسى إلى الماسية. وبقية الإخوة يتفضلوا يأخذوا جوائزهم من المندوب المالي للبرنامج. والآن مع الجمهور في سؤاله الثاني وهو لهذا الأسبوع الشكل الشاذ. اسمك إيش؟ مهندس موفق الخطيب. مهندس موفق، أنت عارف أي رقم؟ أعرف. كم؟ 5. أنا بدي أخذه لأنه 5 صحيح. بدي أشوف المهندس موفق إذا بعطيني السبب المنطقي وبعدين في بيننا حكي. تفضل. شكل كم؟ الشكل الخامس. ليه؟ لأنه الأشكال كلها مثلا الشكل الأول في كرة واحدة سوداء. أيوة. الشكل الثاني في مربع أبيض. أيوة. الشكل الثالث في واحد أسود. أيوة. في الشكل الرابع في واحد أبيض. يا سلام التحليل المنطقي. لحظة. كل واحد من الأشكال غير الشاذ اللي هو 5 يحتوي إما على شكل واحد فقط أسود أو على شكل واحد أبيض
ويشذ عن هذه القاعدة الشكل رقم خمسة ففيها أكثر من أبيض وأكثر من خمسة. برافو عليك يا سلام. طيب مبروك الفيديو، برافو عليك. عندما تستقر القطاعات اللي أطلب من سهير الكلوتي فارستنا وحاملة ماجستير الهندسة، استقرت ماذا تريدين؟ فنون عالمية. فنون عالمية في الماسية. أنا بدي أسألك، هنالك موسيقى لفيلم عالمي شهير حقق انتشارا عالميا، الموسيقى والفيلم اسمهما أضواء المدينة أو لايم لايت. سؤالي، من ألف هذه الموسيقى؟ شارلي شابلن. شارلي شابلن، صحيح. موسى، عندما تستقر بسرعة أين تريد أنك؟ أي موسى؟ معلقات. إيه؟ معلقات. أحد الشعراء الفحول يا موسى من أصحاب المعلقات قال له عمر بن الخطاب أنشدني من شعرك، فقرأ له سورة البقرة وقال ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران. من هو هذا الشاعر؟ الأعشى. لا، هو لبيد بن ربيعة، وهو الذي قال الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. أيوة، إيش بدك يا سهير؟ فكر بسرعة. فكر بسرعة. أنا بدي أسأل، معدل المواليد في مدينة الفاتيكان كام؟ ما في دولة فاتيكان. فيش دولة فاتيكان؟ في في. طيب في. تخسري، هو الصفر، لازم تقولي الصفر مش ما في. أيوة موسى، ماذا تريد عندما تستقر؟ سرعة. أيام لها تاريخ. أيام لها تاريخ. وأيام لها تاريخ إحياء لذكرى وفاة ألفريد نوبل. في أي يوم من السنة يتم توزيع جوائز نوبل يا موسى؟ في 20 يناير، 8 يوليو، 18 سبتمبر، ولا 10 نوفمبر؟ 10 نوفمبر. برافو عليك، 10 نوفمبر. أيوة يا سهير. كشكول. كشكول، بدك تعملي خط قطري. أيوة، وسؤال الكشكول هو، اطلعي لي أمامك على الشاشة، هذا إلك صديق إنجليزي جاء في يوم من الأيام يا سهير تحداك بهذه الأحجية، شو قال لك؟ I can throw an egg against the wall and it will never break nor fall. أنت بتصدقي أنه واحد بيستطيع يرمي بيضة على الحائط وهذه البيضة وهي نية ومش مسلوقة وهذه البيضة ما تنكسر ولا توقع على الأرض؟ لا طبعا. هو قال لك أنا بتحداك إنه كلامي هذا صحيح. كيف صحيح؟ I can throw an egg against the wall and it will never break nor fall. قلت له أنت مش معقول، قال لك بل معقول. وأنا بثبت لك إياها، وأنا أؤيد بقول معقول، وأنا بثبت لك إياها. وأنت يا بتاخذي ماسة وبتقربي مرة تانية من الفروسية. بس أنا فكري بسرعة، قريها. I can throw an egg against the wall and it will never break nor fall. It هون يمكن ما بتعود على الإيج، بتعود على الوول. يا سلام يا سلام. هو إت إحنا بينصرف ذهبنا بترجع للبيضة، لكن ليه؟ I can throw an egg against the wall and it the wall will never break
نور فول. عمرك شفت واحد رمى بيضة على حيط فنهد الحيط؟ أيوة، ماذا يريد موسى؟ معلقات. طبعا بده معلقات حتى يقطع. في معلقة زهير يا موسى بيت معناه أنه مهما يكن عند الإنسان من خلق فظن أنه يخفي هذا الخلق ويستره عن الناس لابد وأن يعلم هذا الخلق ولا يخفى. ما هو البيت في معلقة زهير الذي يعطينا هذا المعنى؟ واقطع عليها. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. يا سلام يا سلام. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. بدعت يا موسى. أسماء وحروف. أسماء وحروف بدها تهرب منه بتشكيل خط عمودي. أنت ماجستير هندسة إيه؟ كهرباء اتصالات. اتصالات. في الاتصالات لما بنروح إحنا نقطع عند شركة طيران بدنا نقطع تذكرة بسمعهم بيحكوا لغة معينة دائما وأبدا. فمعظمنا يعلم أننا أثناء الاتصالات بالراديو أو الهاتف نحتاج أحيانا إلى تهجئة الكلمات. نسمع هنا كثيرا في مكاتب السياحة والسفر بيقول لك للتأكيد أن سامعنا اللي على الطرف الآخر سامع كلمة A بنقول له A as in alpha. لو بنقول له B بيقول لك إيش V؟ نقول له B D V. بيقول لك V as in what؟ بيقول له V as in bravo. B as in bravo, A as in alpha. في عندهم كود هم دائما كلمات معينة من أجل توضيح الحروف. سؤالي لما بيجي عندهم حرف C أو D أو E بيقولوا as إيش؟ C as in what? C as Charlie. Charlie صحيح. D as in what? As Delta. D as in Delta. اعرفي لي E as in what واقطع أنت علي صيري فارسي. E as in Echo. إيكو صحيح. أيوة موسى. كشكول. ليه كشكول؟ هي ممكن تعمل عمودي أو قطري. سؤال الكشكول اللي بدي أسألك إياه، تعالي هنا يا موسى على هذا الشكل. هذول العيدان عملنا فيهم مربع 2 3 4 5. عايز تحرك عودين بحيث يصير عندنا 4 مربعات كل واحد بلامس الثاني. يعني مربع أول بلامس 2 2 بلامس 3 3 بلامس 4. حرك عمودين أو حرك عودين مغناطيسيين 2 وحول الأشكال من 5 إلى 4 مربعات. ما عرفت؟ لا. بس هذا اللي بده يجي يحل لنا اياها بدون هذه ما عليها ما عليها شيء. صار 1 2 3 4. شال الثاني من هنا والثاني من هنا. قبل ان اعطيك جائزه التربيه لانه في الماسيه عاده ما تاخذ انت الجائزه اللي خسرها هذا، لكن انت اضغط هنا واي واحده من هذه الجوائز للتربيه تاخذها فهي لك بعد ما نتعرف عليك. انت مين؟ منذر عبد الغفار دويك، طالب كليه الهندسه الجامعه الاردنيه سنه 5. طيب تفضل يا منذر اضغط. كاميرا مبروك. أيوة ماذا تريد فارستنا سهير الكلوتي؟ 1 من 4. طبعا بدها 1 من 4 وسؤال 1 من 4 بدنا نشوف بتحقق الفروسية ولا لا. أنت تعملي في مجال الهندسة. سؤالي، هنالك آلة أو أداة اسمها ثيودولايت. ثيودولايت اللي بيستعملها هو الطبيب
الصياد، الكاهن، المساح. المساح. برافو عليك يا المساح. وتتوجه فارستنا لاستلام جائزتها 2050 دينار، ومن ثم تأخذ مكانها في قمة هرم المتسابقين للمرة الثانية. وتحية للأخ موسى الزعبي، ويتفضل يأخذ جائزته. تهانينا لفارسة حلقتنا سهير الكالوتي، وخالص مودتنا وامتناننا لجمهورنا الأردني الكريم. وتحية شكر واعتزاز للإخوة المشاهدين على امتداد الوطن العربي الكبير وسائر بقاع العالم التي يغطيها بثنا الفضائي من ARK راديو وتلفزيون العرب. من الأعماق نشكركم، وإلى اللقاء.